السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة السي شارب الجميلة. والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وهو الاندكسرز، فخليكوا معنا. ايه هي الاندكسرز وبتستخدم في ايه وازاي نقدر نضيفها في الاكواد بتاعتنا؟ لازم نركز جدا واحنا بنتكلم عن الموضوع دوت. مبدئيا كده، في لو استخدمنا يوزنج لنيم سبيس جديد اسمه سيستم دوت داتا. على فكرة الاسم ده مهم جدا للناس اللي بتبرمج ب داتابيز او بتستخدم داتابيز في البرمجه، فانت بتستخدم سيستم دوت داتا، ده مهم جدا عشان ايه؟ مكتبات الاديو دوت نت. المهم سيستم دوت داتا دوت في كلاس اسمه داتا تيبل، ماشي، هنسميه دي تي هيساوي نيو داتا تيبل، ماشي. ده جدول عادي جدا، انا بانيشلايز جدول مثلا هسميه ماي تيبل، ماشي. داتا تيبل دوت ممكن نقول داتا تيبل دوت اد كولومز، سوري، دوت كولومز دوت اد، ماشي. وهنا ممكن نحط الكولوم نيم، مثلا هنقول هنا نيم وهنا دي تي دوت كولومز دوت اد، ونعمل مثلا اي حاجة تانية، ارج مثلا كده، اصبح عندنا جدول في كولومين او زي ما تقول كده صفين، سوري، عمودين، النيم والارج. في حاجة تانية، كلاس تاني اسمه داتا رو، ماشي، عشان نضيف فيه اللي هو ايه؟ الصفوف بتاعته، ماشي. بعد ما ضفنا الاعمدة نضيف الرو، مثلا هنسميه ار، ماشي، هيساوي داتا تيبل دوت نيو رو، اوكي. لو جينا هنا، هنيجي هنا هنقول هنا الرو، ماشي، الار دوت، لو قلنا هنا الفرع منه مثلا النيم، اسمه نيم هنا هيساوي مثلا احمد، والفرع التاني اللي هو الاج، ماشي، اهو هيساوي مثلا، او مثلا هنقول هنا ايه 35 سنة مثلا. فاذا لو جينا هنا كده شفنا العلامات ديت، ها ده مش array، دي كلاس بيقبل حاجة اسمها الاندكسر. الاندكسر دوت هو ان انت ممكن تدخل هنا قيمة، القيمة دي بيها يبحث على حاجة موجودة داخل كوليكشن او داخل whatever انت شيء عامله. فين الكوليكشن بتاع الكولومز هنا جبنا منه النيم والاج، ممكن بعد كده اخدهم تاني احط هنا كونسولو دوت رايت لاين ار دوت نيم ار هنا اهوت نيم، وادوس ستارت كده اهوت تلاقي احمد اهو. ولو استخدمت ار دوت اج لو دوست كده اهوت اديني 35. طيب افرض انا مش عاوز استخدم الاسم دوت او الاسم ده مش معرفوش، فممكن استخدم صفر مثلا. صفر ده اللي هو الاندكس بتاعه، فانا ممكن ابحث بالنيم وممكن ابحث بالصفر. لو شوف هنا كده الاندكس صفر احمد والاندكس واحد، بالطبع هيبقى ايه؟ الاج بتاعنا اللي هو ايه؟ ال35. طيب لو انا جيت هنا عملت كده اهوت، هتلاقي في اوفرلود حتى الاندكسر، ماشي. شوف هنا كولوم نيم او الكولوم اندكس، كولوم نيم، كولوم اندكس، في حاجات تانية اهيت سترينج داتا رو فيرجن معرفش ايه، بس خلينا نتكلم بس على ايه ان هو في اتنين بس اللي هو الاندكس كولوم، الكولوم اندكس والكولوم نيم، هما دولت اللي بيتأثر بيهم عشان تجيب ايه؟ القيم
بتاعتك من ما يسمى بالاندكسر. طبعا ما بيستخدملوش اسمه ده يعني حاجة عادية زي دي كده اهو ار كده، لا مش كده، انت بتستخدم للاندكسر اقواس زي ديت كده عشان ايه تجيب بيها ايه القيمة بتاعتك، او عشان حتى تحط القيمة بتاعتك. يعني هنا ممكن صفر مثلا وتبدأ ايه تحط القيمة بتاعتك داخل الاندكسر دوت. ازاي نعمل الاندكسر ده داخل الكلاس بتاعنا لو احنا بقى هنشتغل نعمله ده استخدامه في سي شارب. طبعا له استخدامات تانية كتيرة في كوليكشن تانية كتيرة، بس انا قلت لكم على اشهر حاجة تستخدم فيها، وهي مع مكتبة الاديو دوت نت. ماشي، والمكتبة دي مهمة جدا وهنشرحها يعني في الكورس ادفانسد ان شاء الله. المهم عشان نوصل ان احنا نخلي كلاس يستخدم الاندكسر، تعالوا معانا بقى نشوف ازاي بيتعمل الكلام ده كله. لو فرضنا ان عندنا كلاس هنا، ماشي، الكلاس دوت هنسميه امبلويي، ماشي، و الكلاس دوت في بروبرتيز مثلا هنا اهوت، البروبرتي ديت هتبقى امبلويي اي دي هنا، والنيم، وهنا بابليك، برضو هنا سترينج مثلا هنقول جندر. اوكي، كده اصبح عندنا ثلاثة بروبرتيز جوه الكلاس دوت. ماشي، لو جينا هنا، خلاص كده ممكن نعلم ده بالعلامة الخضراء كده. لو جينا هنا وجوه الكلاس دوت عملنا مثلا في كلاس تاني، عملنا فيه مثلا ايه ليست من الكلاس الاولاني دوت، هنا برايفت، هنستخدم سيستم دوت كولكشن هنا، هنا برايفت فيش ليست، بنستخدم سيستم، صح، سيستم كولكشن يوزنج سيستم دوت كولكشن دوت جينيريك عشان نستخدم ايه الجينيريك ليست اهو، ادي الليست جينيريك اهوت، ونخليها نوع الامبلويي بتاع نوع الكلاس بتاعها امبلويي. ماشي، وهنا امبلويز. اوكي، وهنا هنقوم جايين عاملين ايه ليست امبلويي او الامبلويز، سوري خلي ده ستاتيك عشان يرضى يظهر هنا، امبلويز هيساوي نيو ليست امبلويز. تمام كده اهوت، وهنا هنبدأ نضيف هنا ليست في الامبلويي، نعمل هنا ايه employees dot add هنا new employee، ونبدأ ايه نضيف ال property employee id هيساوي مثلا واحد، و name هيساوي احمد، و gender مثلا يبقى هنا male. تعالوا نضيف كذا موبايل كذا employee تاني، قولهم مثلا هنا محمد، هنا ميل، وهنا صلاح ميل، وهنا مثلا فاطمة وجادة، هنا دولت ميل، هما دولت في ميل وفي دولت في ميل. ماشي، انا بقى عاوز اتحكم في الليستة اللي دخلت ديت في الكلاس امبلويي بي ال ايه بي ايه اسلوب ايه الاندكسر. تعالوا نعمل احسن هنا كلاس عشان نفهم اكتر، نسميه مثلا كومباني ونضيف فيه كل الاندكسر ده عن طريق هنا الكونستراكتور بتاعه بابليك كومباني. تعالوا ناخد ده كده كنترول اكس، هنا كنترول في، وهاد ده كده كنترول اكس كنترول في. ماشي، وتعالوا نعمل بقى هنا الكونستراكتور بتاعنا او سوري الاندكسر بتاعنا public string this، ونفتح القوس بتاع الاندكسر ونقول له انت امبلويي مثلا اي دي. تمام كده اهوت، كده احنا عملنا اندكسر ليه. تعالوا بقى نشوف بقى بنستخدم الاندكسر ده ازاي. هنيجي هنا مثلا
عشان نكمل كلامنا نقول هنا get ماشي، وهنقول هنا return. هو شغله قريب من ايه الشغل بتاع البروبرتي، بس هنستخدم هنا بقى ايه اللامدا اكسبريشن بتاع اللينكيو. وهنقول هنا مثلا ايه الامبلويز ماشي دوت فيرست اور ديفولت دوت فيرست اور، طبعا هستخدم سيستم دوت لينكيو using system dot link you. هنا لو جينا هنا employee dot اهو first or default، وهنكتب كود بتاع link you ماشي. هنقول مثلا هنا امب حيث امب دوت employee ID، او هنا فين ال ID name والجندر اهو ال employee ID هيساوي ال employee ID ده كده. هو هيختار لي من الليستة دي كلها ماشي، وخلينا بقى نراجع هنا ايه ان name ماشي. فاصبح كده انا ماشي، لو جيت خدت انستنت من الكلاس دوت كده هنا سوري ريلاكس كومباني هيساوي سي مثلا هيساوي نيو كومباني، اقدر استخدم الاندكسر عشان اطلع معامل من المعاملات اللي جوه الكلاس دوت بمنتهى السهوله. هقوم جاي قايل له مثلا هنا كون مثلا كونسولو دوت رايت لاين، طبعا الامبلوي اي دي هنا متكرر 2 3 4 5، وهقول له هنا سودو تايد لاين سي الاندكسر بتاعه 1 ماشي. طبعا هنا في الحالة ديت هيطلع لي ايه اللي اسمه احمد، وندوس رن كده اهو طلع لي اللي اسمه احمد. في برضو حالة تانية ان انا ممكن اعمل ايه جيت وست، هاخد نفس القيمة دي كده اهوت، لان ده بيوصل طبعا للقيمة اللي انا عايزها، واقول له بيساوي الايه الفاليو زيها زي نظام البروبرتيز، بس الاندكسر عبارة عن بروبرتي يعني ليها اندكسز يعني بتتعامل مع الاندكسز دايما وبس. فتعالوا نجرب كده ندخل في قيمة تانية، فمثلا هنا سي مثلا 1 هنا كونسولو، او مثلا هنا سي مثلا هنا 1 هنقول هنا هيساوي إيه مثلا حسين مثلا مش احمد. فشوف انا هنا حطيت في قيمة وسحبت منه قيمة كمان عن طريق ايه الاندكسر من الليستة اللي جوه ديت. هو دخل حسين مش احمد لان انا غيرت القيمة هنا هو عن طريق ايه برضو عن طريق الاندكس. انا مش عاوز الناس تكلك على الحتة ديت، ده لينكيو ماشي، واللينك اداة لسهولة البحث في الكوليكشن معمولة من دوت نت فريم ورك، بس لسه هنشرحها قدام في كورس ادفانسد برضو. انا بس عاوز اشرح لك فكرة الاندكسر، ممكن تعمل سيرش باي طريقة هنا وتجيب ايه القيم بتاعتك عن طريق الاندكسر ده. عشان الناس ما تتلخبطش ممكن نعمل طريقة تانية هنا، نقول مثلا ايه string the name مثلا هيساوي اي حاجة فاضية، وهنا return the name، ونعمل عليها مثلا هنا for each اهوت مثلا هنقول هنا string او employee اهوت اي مثلا ان امبلويز، وهنقول هنا اف اي دوت امبلوي اي دي هيساوي الامبلوي اي دي اللي جاي لنا من هنا، ولو هنا ده تساوى قول هنا ذا نيم هيساوي
دوت نيم، طريقة تانية اهو في البحث، بس هي شايف دي الطريقة ديت مختصرة لحد ما عن الطريقة ديت، ماشي. دي طريقة عادية، دي طريقة باللينك. هنا هندوس ستارت، هتلاقي نفس النتيجة بالظبط ظهرت لك، اللي هو حسين. ولو وقفنا حسين دوت اللي هو تحط فيه قيمة ودوست ستارت، هتلاقي النتيجة طلعت احمد. دي طريقة التعامل مع الاندكسرز وكتابتها والفايدة منها في لغة السي شارب، ماشي. زي ما قلت لكم ان هو احنا عملنا هنا داتا تيبل عادية خالص خالص، وضفنا فيها الاندكسرز بتاعتنا، وعرفنا سوري فايدة الاندكسرز عن طريقها، وازاي نقدر نعمل الاندكسرز الخاصة بينا في الشغل بتاعنا. في النهاية يعني اتمنى اللي يكون عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، وياريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية اتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمة.